الله تعالى يقول في وصف خاتم أنبيائه: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الحرية التي جاء بها رسول الله لا نجدها حتى في عالم اليوم. الآن الناس، إحنا أحرار أن نسافر أين نريد؟ لا، أحرار في أن نقيم أين نريد؟ لا، أحرار أن نبني كما نريد؟ لا، أحرار أن نعمر أي أرض نريد؟ لا. حتى في أكبر حضارات اليوم هذه الحرية التي جاء بها رسول الله لا نجدها في طول التاريخ في أي حضارة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذه الأراضي كلها لكم، أحيوها كما تحبون. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هل نجد مثل هذا القانون في أي حضارة في هذا اليوم؟ لا. أولا الحرية، ثانيا الشورى. الآن أغلب بلاد العالم تعاني من الاستبداد. في ذلك اليوم العالم كله كان غارق في الاستبداد. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يأتي ليقول: وأمرهم شورى بينهم. يعني في كل شيء إلا ما خرج هنالك الشورى، وحتى في قضية صغيرة متواضعة، واحد عند طفل بالبيت يفكر أن يفطم هذا الطفل، القرآن الكريم يقول: تشاوروا فإن أرادا فصالا، يعني يفطمون الطفل، عن تراض منهما وتشاور. حتى في هذه القضية الجزئية الحرية أولا، الشورى ثانيا، المساواة ثالثا. حتى في عالم اليوم لا تجدون المساواة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله سوى بين الجميع، بين الأحمر والأبيض والأسود. ذات يوم كان النبي جالسا صلى الله عليه وآله، فدخل سلمان، سلمان واحد أعجمي من إيران، الصحابة فسحوا له صدر المجلس، فإجا وتصدر. في هذه الأثناء دخل الثاني، الثاني كان عنده عرق قومي، حتى عندما حكم هذه الرؤية اللي كانت عنده وهذا التوجه اللي كان عنده، فقال: ما لهذا الأعجمي غضب؟ ما لهذا الأعجمي قد تصدر مجلس العرب؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وصعد المنبر وقال:
إن الناس من لدن آدم إلى يومنا هذا كأسنان المشط، ألا إنه لا فضل للعربي على العجمي ولا للأبيض على الأحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحرية، الشورى، المساواة. رابعا، احترام الأقليات، أقليات المذهبية. الآن الغرب يفتخر بهذا الشيء، أننا نحترم الأقليات، هذا المنهج الذي جاء به رسول الله. إحنا عندنا قانون في الفقه، في القواعد الفقهية، من مفاخر الإسلام، حقيقة مفخرة، قانون الإلزام. يعني الأقليات المذهبية حرة، الأقليات الدينية حرة في الإطار الفقهي المذكور، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. حتى في الشرائع راجعوا، يقول إذا مسلم أتلف خمر ذمي يضمن، لأن هذا الذمي محترم في ظل النظام الإسلامي. راجع الشرائع، النبي يقول من آذى ذميا فقد آذاني، النبي يقول من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة. خامسا، احترام المرأة. في ذلك اليوم الذي كانت المرأة تورث كالمتاع، يعني إذا واحد مات شلون يورث السجاد اللي في بيته؟ المرأة هكذا كانت تورث. النبي صلى الله عليه وآله يأتي ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي يقول ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة. سادسا ونختم، العلم. انتوا راجعوا التاريخ، في مكة في ذلك اليوم، مكة مو مدينة عادية، مكة عاصمة دينية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية. في ذاك اليوم في كل مكة المؤرخون أحصوا كم كاتب، واحد يعرف الكتابة؟ في مكة كلها كان يوجد فقط حوالي 20 كاتب، مجموعة من الأميين والجهلة. في مثل هذا الجو يأتي نبي أمي. راجع الأحاديث، شنو معنى الأمي؟ يعني ما كان يقرأ وما كان يكتب، مو أنه ما كان يعرف، لا، كان يعرف ولكن ما كان يقرأ وما كان يكتب. قرأت في مكان أن الأشياء المربوطة بالعلم والقلم والكتاب والحروف، هاي أدوات المعرفة، هاي الحضارة البشرية تبدأ بالتاريخ. عندنا ما قبل التاريخ ومرحلة بدء التاريخ. ما هو الفاصل بين هاتين المرحلتين، ما قبل التاريخ ومرحلة بدء التاريخ البشري؟ علماء الحضارات يقولون من اختراع القلم، عندما الإنسان اخترع القلم بدأ التاريخ البشري، وإلا قبل هذا ما يعتبر تاريخ. الآن تفصيل هذا من الناحية الدينية
هذا بحث آخر. ولكن هذه الحضارة وليدة القلم. سورة في القرآن الكريم، سورة القلم، الله تعالى يقسم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون، الكتابة التي تسطرها. أول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تتعلق بالعلم، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، هذه أول كلمة بعد البسملة. المفردات في منهج رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة وتحتاج إلى مجلدات. وإذا العالم كان يعرف منهج رسول الله في يوم من الأيام سوف يعرف، إذا كان يعرف لدخلوا في دين الله أفواجاً.